الرسام من اهدى مكان في العالم، القهوه الملجا الوحيد ومرتع لنا جميعا. احب اوجه رساله لكل الشباب العطليه، تمام؟ اظن لا تيأس، ماشي؟ الادمان مش هيفيدك. انا الراجل اللي انا كنت شغال عنده طردني، انا وشنطة هدومي الساعة 8:30 بالليل وستوت شندرن ان ذا ستريت، ما قستش، اتقعدت على القهوة. كمل دوري وسط الشباب اللي بيكافح ويناضل لاجل المستقبل. خلينا بقى نتكلم بجد، تمام؟ العطلان مش ان انت تبقى عاطل قاعد من غير شغل. الشغل سهل، بس ان انت تعرف تخلق لنفسك فرصه عمل دي اللي صعبه. محتاج واحد ذكي شغل دماغه، تمام؟ انتظروني بقى في الفيديو الجاي اقول لكم ازاي تشغلوا دماغكم. وشكرا.